خلي بالك ان في العصور القديمه لو حد عنده خبره جيده او سيئه مع اي منتج بيقولها ل 11 واحد اللي هم دايره معارف. دلوقتي لو انا عندي تجربه سيئه او جيده كويس بقت حاجه اسمها دلوقتي بقت اسمها ايه؟ فايرال ماركتنج اللي هي بقى كانوا بيسموها زمان وورد اوف ماوس اللي هو ايه؟ يعني الناس تقول لبعض. دلوقتي بقت فايرال. يعني ايه فايرال؟ يعني لو واحد عطس كده وعنده الله محفظنا فتلاقي الصبح الناس كلها ودنها بتوجع كويس؟ فانت ايه؟ الموضوع دلوقتي فايرال. انا اخش على السوشيال بلاتفورم واحكي حكايتي. مين كم واحد بقى يشوفها؟ ممكن يبقى 11 واحد كويس؟ ممكن يبقى 11,000، ممكن يبقى مليون و100، ممكن يبقى 11 مليون، ما اعلم هيبقى قد ايه. انا ورزقي الكون كله بيدور حواليه واحط الكاسبر بتاعي في النص والكون كله بيدور. وهقول لك ان النظريتين دول بقوا قدام. بقى في نظريه ثالثه احدث واجدد. بس خلينا نقول دول. ان اول حاجه اللي على ايدك الشمال هو البرودكت سنتر. يعني انا بحط المنتج في النص والحياه كلها بتقوم عليه. يبقى انا بحط المنتج في النص وبنتجه وبشتغل بيه وماليش دعوه باي حاجه ثانيه. لا ببص على المنافسين ولا ببص على الناس اللي موجوده ولا ببص على اي حاجه، ابص اهم حاجه انتج وخلاص. والاهم والمهم اللي انت عليك تبقى في وسط راسك، في وسط المنافسين اللي انت موجود، لانك انت مش لوحدك في الحياه. الحياه كلها منافسه. الحياه كلها ناس عايزين ياخدوا منك البيعه بتاعتك، عايزين ياخدوا منك الزباين. كويس؟ من اهم الحاجات في الكاستمر سنتر ان انت تعرف تعمل سيجمنتيشن للسوق بشكل كويس. ونحقق اعلى ربحيه من الزباين الموجودين حواليك. لان في الاول وفي الاخر الزبون ده هو بالنسبه لك بابا وماما. بس مش معنى كده اللي هو ايه؟ يدلد بيه كده وزي ما احنا بنتكلم، بس هو ايه؟ وين وين سيتويشن. طيب العلم الجديد بقى بيكلمك على ايه بقى؟ بيكلمك على حاجه اسمها هيومن سنتر. يعني ايه هيومن سنتر؟ يعني انا النهارده انا زبون بتعامل مع شركة الانشورنس. أنا شايف شركة الانشورنس دي عاملة ازاي؟ ها؟ قول لي. أنت زبون. شوف شركات التأمين ازاي؟ سؤال، هسألها لك السؤال بطريقة تانية. أنا النهاردة رايح أشتري عربية تويوتا. واحد تاني رايح يشتري عربية مرسيدس. شايف المرسيدس دي شايفها ازاي؟ شركة مرسيدس شايفها ازاي؟ احسن شيء كويس بتقدم ايه؟ اه ماشي بتقدم ايه؟ منتج فاخر. ايوه جدع. طب لو انا رايح اشتري عربيه شايف الهونداي دي ايه؟ متوسطه. اه تمشي نفسي حلوه. ما عادش اربع عجلات دلوقتي عربيه دلوقتي بقت غاليه. بس هي الفكره في ايه؟ انت بتبقى شايف الشركه بشكل معين. انت بقى جاوبي بقى على السؤال. انت يعني وضح لي كده الناس شايفه شركات الانشورنس ازاي؟ عايزين يحطوا ايديهم في جيوبنا عشان ياخدوا الفلوس. حلو كده؟ فهو بيبقى شايف الشركه ان هي ايه؟ زي ما قالت لك كده اللي هو عاوز يحط ايده في ايدي ويطلع الفلوس. فلما انت تبقى انت تقابل حد في الشارع وعاوز يحط ايده في جيبك وانت ماشي كده فبيقابلك يقول لك ايه يا سعاده الريس؟ واحد ما نعرفوش يقابلك كده في الشارع، انت بتبقى عامل ازاي؟ حبيس قوي. حاطط ايدك ماسك تليفونك ماسك شنطتك حاسس ان هو هيعمل فيك مقلب صناعي كده وهي ايه؟ هياخد منك حاجه حتى لو هو شكل كويس ولطيف. فهنا في ايه؟ بقى عندك برسبشن، عندك توقع من اللي قدامك. على هذا الاساس بقى العلم الجديد بيكلمك ايه؟ على حاجه احنا اتكلمنا على برودكت سنتر يعني مصطلح في النص وانت الناس اللي حواليك والزباين حواليك، بعد كده الكاستمر سنتر الزبون في النص. كنت بكلمك على هيومن سنتر اللي انت الشركه بتاعتك دي لازم تحس انت لما تيجي تشتري منها ان هي عندها مشاعر زي المشاعر بتاعت سعادتك. يعني ايه؟ يعني انت حاسس دلوقتي بتليفونات ابل مثلا، بالنسبه لك الابل هي احلى تليفون. ليه بقى؟ لان التليفون لو حصل له يعني كويس هتكلم بتوع الدعم الفني هيعملوا ايه معاك بتوع ابل سبورت؟ لو عندك اي مشكله هيعملوا معاك ايه يا سعد الرئيس؟ هيفضلوا معاك لغايه ما يحلوا مشكله
هيفضلوا معاك لغايه ما يحبوا الشركه. فانت ساعتها بتحس ان انت ايه؟ دي شركه سبورت خدمه ما بعد كده. سيبك بقى من خدمه، سيبك من الكلام براك، بس انا احساسي يا محمد بايه بالشركه؟ ان انا بابا وماما لو حصل لي اي حاجه في عيلتي في المكنه او في البتاع في التليفون او في الجهاز او في اي حاجه، دي بابا وماما. فانا بشوف الشركه ساعتها ايه؟ الشركه سبورت. لما بيكلمني الواد بتاع عامل سبورت بس بيحل لك مشكلتك ما بيسمعش. مره الواد جابني مديره كويس في اجازه، مش عارف في ولايه كذا، جابه من بيتهم بالك، الواد صحاه من النوم عشان يرد عليا، كان عندي مشكله كبيره. ومديره جاي دخل، قعدت مستنيه، جابه ودخله، الزق للزبون المنتج وهيبقى مبسوط وهيبقى سعيد، بس هيكتشف في يوم من الايام اللي هو اتضحك عليه. وساعتها انت مش هتفقده بس، انت هتفقده وهتفقد الناس اللي حواليك. فرص كبيره جدا للنمو. انا مهتم بالزبون. فالزبون هيقول للزبون، هيقول للزبون، هيقول للزبون، فالدنيا هتبقى ماشيه وهتبقى جزء اللوك. تمام؟ تاني حاجه اللي انا النهارده في الماركت ذات نفسه وفي السوق هاخد حصه سوقيه اكبر، هاخد ماركت شير اكبر. حجمي هيكبر بعد ما كنت ببيع ب 3 مليون وكان ده منتهى املي. ده دي هتبقى 5، هتبقى 6، هتبقى 7، هيبقى تاريخ، هيبقى ماضي. لو جمعتهم على بعض وعملت الافرج هتلاقي نفسك انت ضايع. فالاسندنج اللي انت تطلع من شهر لشهر هو ده الهيلثي ترند. هو دي الطريقه المسلكه الجيده اللي انت تحقق فيها مبيعات بشكل كويس. اللي انت من اهم الحاجات اللي انت تقلل الفيدباك السيء، علق او يكتب فيدباك غير الناس اللي اشترت بس. بس احنا ممكن نخش على الشركه بتاعتنا ويلا يا رجاله واجيب صحابي واجيب صحاب صحابي، خشوا اكتبوا اللي ايه في التعليقات دي احسن شركه. فدي اسمها ايه؟ اسمها الكاستمر جورني، رحله الزبون مع الايه؟ مع المنتج. اول ما انت بتكلمه لغايه يقول لك الناس محترمه. دي ناس وعدت فاوفت. انا هزود حجم المبيعات وهو المطلوب بالنسبه لي. هزود حجم المبيعات بتاعتي عامله ازاي؟ من اهم الحاجات اللي انا ما اضربش ضربه بقى واروح. الكونسيستنسي. اللي بيتعمل في العصور اللي ما فيهاش منافسين. كانت الدنيا قايمه على ايه؟ قايمه اللي انا عندي منتج من منتجات وبيعه. ومفيش حد تاني بيبيعه غيري. فالزبون مفيش حد حاجه قدامه غير يشتري المنتج بتاعي انا فقط. فانا اللي انا هنتجه وهطلعه للزبون هياخده، ما عندهوش اختيارات تانيه ولا بديل. فعلى هذا الاساس كانت الشركه بتنتج اي مستحضر، وكده كده هو متاكد مليون الميه انه هيتباع، لان ما عندوش منافس، ما فيش اختيارات قدامك. ولو انت كنت موجود في الحياه شويه قبل الحياه اللي احنا موجودين فيها دي، كان انواع مثلا الشيبسي، الشمعدان، شوكولاتات، مكرونات، رزات، اي حاجه في الاكل مفيش اختيارات. صابون الوش العادي، صابون الوش العادي، فانت ما عندكش اختيارات مع الزباين والعملاء. من التواصل مع العملاء بتاعتي بقت في قنوات شرعيه دلوقتي. كان زمان ده انا اقعد اكلمه على تليفون المكتب او دلوقتي الدنيا بقت على السوشيال بلاتفورم مفتوح. اللي انا اقدر اعمل حساب على لينكد ان بريميوم واقدر اوصل لاصحاب الشركات واصحاب الفلوس واصحاب الاعمال بسهوله، واجيب ارقام تليفوناتهم واجيب ايميلاتهم واتواصل معاهم وابعت لهم واكلمهم. مش الموضوع ده انا اقعد اجيب ارقام من شويه ناس موجوده في بنوك او موجوده في بتاع وتليفونات وارقام تليفونات وغثاء كغثاء السيد وليس نمت تحتيها.